هذا أصل من الأصول من أصول أهل السنة والجماعة، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليه أو هو ولي أمر أو سلطان، لا تطيعه في المعصية، ولا الوالدين ولا الخلق جميعا. قال تعالى في الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان أقرب الناس إليك كالوالدين، فكيف بغيرهما؟ نعم. أولا نسأل الله أن يحبك كما أحببتنا فيه. أما قولك أني أدافع عن الإسلام، أنا لا لست في هذه الدرجة، أنا أقل من ذلك ومقصر وأستغفر الله، ولكن نرجو الله أن ينصر الإسلام بنصر من عنده، وأن يخذل أعداء الإسلام بعزته وقدرته سبحانه وتعالى. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. هذه أشد، أنه من شدة الفتنة وشدة ما يلقى أنه يتمنى الموت، مع أن تفرون من الموت في آخر الزمان يتمنى الإنسان الموت. ليه؟ يستريح من هذه الفتن، يستريح من هذا الشر، وليس من أجل الدين، وإنما من أجل أن يستريح من الفتن. تيمر بالقبر ويقول: ليتني مكانك. بعض الروايات يتمرع على القبر يقول: ليتني مكان هذا القبر، وليس به الدين، ما به إلا الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. واجب على المؤمن ألا يقع من رحمة الله، وأن يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه، هذا هو الواجب، فيخاف الله ويبتعد عن السيئات ويرجوه ويعمل بالطاعات ويحسنه بربه. قال تعالى في أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين. فالواجب على كل مؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويرجوه، يخاف الله ويرجوه، ويعمل بطاعة الله ويؤدي حق الله ويبتعد عن محارم الله. هل تجوز قراءة القرآن الكريم بغير معرفة التفسير أو المعنى؟ نعم، ما هو لازم معرفة التفسير والمعنى، أنت تحفظه وتقرأه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل مع ذلك معرفة بالمعنى والتفسير فهذا خير إلى خير. نعم. أحد الإخوة يقول: عرفت فضل الاستغفار فخصصت عددا معينا بعد كل صلاة أستغفر الله، هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء. نعم. التسبيح بالسبحة يا فضيلة الشيخ ما حكمها؟ إذا اعتقد أن السبحة فيها فضل فهذا بدعة، أما إذا اتخذها من باب عد التسبيح وإحصاء التسبيح والتكبير والتهليل كما يتخذ الحصى وكما يسبح بأصابعه فهذا أمر مباح. نعم، ولا شك إن تركها أحسن، لأن فيها تشبها بالصوفية الذين يعتبرون اتخاذ السبحة من شعار العبادة. نعم. والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا، ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها، وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد. سائل يقول: ظهر أناس يقولون إن صوت الأذان مزعج، فكيف ننكر على هؤلاء؟ نعم، يزعج أهل الشر، ونحن نريد أن نزعج أهل الشر مثل هذا، نريد أن نزعجه وأن نضيق عليه. نعم. الصلاة في البيت من صفات المنافقين، إذا كان من غير عذر شرعي هذا من صفات المنافقين. الواجب الصلاة مع الجماعة في بيوت الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر.
قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه سأل شخصا في درسه فقال ماذا كنت أقول؟ قال لا أدري. قال لماذا تحضر إذن؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبكى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال أردنا أن نعلمه فتعلمنا منه. هذا سائل يسأل يقول ما رأيكم في من يقولون خذوا من أهل البدع الحق واتركوا الباطل؟ اتركوا أهل البدع وباطله، لا تصغوا إليه، فإن من سلف الأمة وفقهاء الأمة وأئمة الأمة من لما حضره مبتدع ليقرأ القرآن عليه وضع أصبعيه في أذنيه قال ولا حق، قيل يرحمك الله يريد أن يقرأ عليك القرآن، قال أخشى أن يقلف شبهة فتنفذ إلى قلبي ثم تستقل. من شأن أئمة السنة هجر البدع وعدم الظهور معهم وعدم مجادلتهم أمام الناس أمام الملأ، ما يجادلونهم إلا في حالين، الحال الأولى أمام السلطان وسيفه مسلت، والثانية مع أعيان من أهل العلم حتى يثبت المجادل لهم وحتى يعينوه على رد الشبه. أما أن الإنسان يفتح أذنيه وقلبه هذا خطأ، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤول. احذروا احذروا من التلقي عن أهل البدع، لا بواسطة الإنترنت ولا بواسطة الأشرطة والتسجيل ولا بالمواجهة والمشافهة، هذا فتح باب للفتنة بالدين.